السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ احلى متابعين قناة من فاشون، معاكم اماني. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنعمل مقلمة للبنوتات، هي على شكل بناتي خالص، ان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله هنستخدم فيها خيط السلسلة، وهنعملها بطريقة جديدة، هي على قطعة واحدة مع عمل جنبين على هيئة دايرة. تمام، هي ان شاء الله هتكون سهلة قوي بالنسبة للمبتدئات اللي هما بيقدروش يعملوا القواعد وبيغلطوا في التزايد، فدي سهلة بالنسبة لكم قوي. هتعملوا قطعة مستطيلة معايا، هنشتغلها مع بعض، هنعمل 25 سلسلة وهنطلع عليهم بقطعة مستطيلة زي ما عملت معاكم قبل كده في الشنط الكورس البناتي، لسه عاملة قريب معاكم. وهنعمل بقى الديكوريشن اللي انتوا شايفينه دوت، ان شاء الله تعجبكم بإذن الله وتكون سهلة ونقدر نجربها كده ونفرح بناتنا وهم داخلين المدرسة، بيحبوا الحاجات دي قوي قوي، بتشجعهم على المذاكرة وحب المدرسة وكده. تمام، يلا بينا بقى. متنسونيش بقى في اللايك والسبسكرايب وتفعلي لي الجرس فضلا وليس أمرا لو أول مرة تشوفيني. ان شاء الله بإذن الله هنستخدم مع بعض خيط السلسلة، وانا اختصرت طبعا الموضوع واشتغلت القطعة. تمام، عشان بطولش عليكم الفيديو، لان الفيديو ده هيبقى على جزئين، جزء الاول والجزء الثاني. الجزء الاول عمل المقلمة وعمل الجوانب، والجزء الثاني تركيب الجوانب والديكوريشن بتاع المقلمة، لان هي خدت مني 30 دقيقة طبعا، كتير قوي. فيا انا عملت اهو، اختصرت الموضوع شوية وعملت القطعة حوالي 25 سنتي والعرض حوالي 22 سنتي بالمزورة. تمام، هي انا هشتغل برضو اخر سطر اهو معاكم اهو. بندخل بصوا في اول غرزة، ما بنفوتش خالص اي غرز، اول غرزة بندخل فيها لحد اخر غرزة علشان القطعة تطلع معايا مستطيلة ومش مفيش فيها تزايد ولا تناقص. يعني في ناس تشتغل تلاقي الشغل من تحت كبير ومن فوق بيطلع على ضيق، فتقولك انا مش عارف اظبط الشغل، عشان انتي بتفوتي غرز من قدام ومن ورا. تمام، انا دخلت معاكم اخر سطر عشان اعرفكم ان احنا بندخل في اول غرزة واخر غرزة. تمام كده، خلصت بقى هنا هبدأ ابروز القطعة بتاعتي بغرز الحشو زي ما قلت لكم قبل كده، ما عملنا الشنطة البيج اللي هي الكروس. هنمشي هنا غرز حشو على الجوانب، طبعا في الكورنر فوق هنا حطيت 2 غرزة حشو، وبعد كده همشي بقى كله غرز حشو بين كل سطر وسطر. التجويف ده بدخل فيه غرزة حشو. تمام، في معلومة برضو هقولها لكم، عشان الجوانب بتاعتي على هيئة دايرة، انا هعمل الغرز الحشو هنا الناحية دي والناحية دي، لازم اعد غرز الحشو بتاعتي يبقوا 30، هما يطلعوا معايا 30. تمام، 30 هنا و 30 هنا، علشان لما هاجي اركب الدايرة، الدايرة هشتغلها هتخلص اخر سطر معايا على 28 غرزة، يعني هيبقى هنسيب 2 مش هيبقى 30، الاتنين دول بتوع تركيب السوستة. فالدايرة بتاعتي قطرها هيبقى عدد غرزه 28 غرزة، الجوانب بتاعت الشنطة هي هيبقوا 30 غرزة على حسب شغلي انا ومقاسي اللي انا شغالة بيه. تمام كده، علشان الدايرة تتركب بسهولة ويبقى كل غرزة قدام اختها، بنحط على طول الابرة ونقفل، ما بتضايقكيش بقى وتبقى صعبة في التركيب، طالما الغرز مظبوطة بتركبي على طول الدايرة. تمام كده، اهي الدايرة هنا عاملاها، طبعا عاملة واحدة، والتانية هبقى اعملها معاكو عشان تعرفوا التزايد. زي ما انا قلت لكم اهو، انا بقول لكم عدد الغرز بتاعه الدايره هتبقى نفس العدد بتاع الجنب الا غرزتين، يعني مش بعملهم 30 زي الجنب، الجنب 30 اخلي الدايره 28، بسيب المسافه بتاعه تركيب السوسته. انا عملتها لكم كروكي اهي قدامكم. تمام، قبل ما نبدا نركبها دلوقتي بقى هعمل ايه؟ خلصت بقى كده وضبت القطعه بتاعتي وبروستها وشغلي كده خلص فيها، هبدأ اركب السوستة من الناحيتين. تمام،
بخلي السوسته داخله قدر كبير لجوه، وبخلي الشغل هو اللي بره عشان ما تبقاش ايه كلها باينه. وعادي لو السوسته مش نفس اللون مفيش اي مشكله، برضو بتمشي مفيش مشكله خالص، بس يعني ما يبقاش لون ايه مضاد قوي لون اللون الشغل بتاعي. تمام، يعني ما اجيبش مثلا سوسته لونها اورنج مثلا اركبها مع البامبا، لا هو الاسود لايق معايا علشان انا في ديكوريشن دلوقتي هنحطه باللون الاسود، فهيبقى ماشي معايا يعني مفيش مشكله. تمام كده هنركب السوسته بتاعتنا، بركبها بخيط قطن متين، لان دي طبعا مقلمة اطفال والاطفال بيفضلوا يفتحوا ويقفلوا فيها كتير علشان تلافين، لان السوسته تبوظ مننا لازم تركبها بحرص وتبقى غرزتك ضيقه عشان السوسته تبقى متينه. تمام كده هنركب برضو الناحيه التانيه، والغرز بتاعه الخيط الاسود مش باينه خالص ولا واضحه من السلسله، عادي مختفيه لجوه. تمام معلش، هي المقلمه هي جميله ولذيذه بس هي تفاصيلها كتير، فطبعا انا عملتها على جزئين، ده الجزء الاول وعمل المقلمه، والجزء التاني بقى هنركب فيه الجوانب ونعمل الديكوريشن بتاعها. تمام اهو برضو بنركب هنا السوسته الجنب التاني، بس كده. وهنبدأ بقى نشتغل الدايرة اللي هي في الجنب، اللي هي يعتبر الجنب بتاع المقلمة اهي. طبعا هي النوع ده برضو من الشغل او نوع التصميم ده مش بينفع مع الخيوط السميكة قوي، يعني لازم الخيط يبقى ميديوم كده ما بقاش سميك قوي معاكي. تمام انا عامله برضو هو جزء من ناحيه والناحيه الثانيه هعملها معاكم، انا عامله دايره من ناحيه والناحيه الثانيه هعملها معاكم، برضو كل ده اختصارا للوقت، وبرضو خد الفيديو خد مني وقت كتير طبعا لان دي فيديوهات تعليميه وشغل، فللاسف بتاخد وقت غصب عني. تمام اهو نفس القطر هنا 8 سنتي، هو القطر بتاع الفتحه بتاعه المقلمه 8 سنتي برضو زي ما قلت لكم، بنعمل هنا 28 غرزه في الدايره والمقلمه بتبقى 30. تمام عشان انا في غرزتين في المقلمه بتوع السوسته. تمام كده هنعمل بقى دايره سحريه زي ما بنعمل، وندخل فيها 6 غرزه حشو اللي هي بقى بدايه الدايره. هنعمل 6 وبعد كده نقفل بمنزلقة، نشد الخيط ونقفل الدايرة بتاعتنا، وبعد كده ندخل نعمل منزلقة ونرتفع بسلسلة وهي ارتفاع غرزة الحشو، وندخل في نفس المكان غرزة حشو تاني اللي هي التزاود بقى، ده تزاود الدايرة الطبيعي اللي احنا بنعمله على طول، اول راوند بيبقى على طول 2 غرزة في العين. تمام كده عمود بلفة بقى، عمود بلفتين حشو، اي غرزة بتشتغلي بيها الدايرة بيبقى اول دور 2 في السلسلة. تمام يبقى انا خدت كان عندي 6 بقوا 12 اهو كده. تمام كده هرتفع، خدت منزلقة هرتفع اهو، خدت منزلقة هرتفع بسلسلة، وهبدأ ان انا ادخل اول غرزة حشو، والتزايد هيبقى في الغرزة التانية، التزايد هيبقى في الغرزة التانية، هيبقى معايا 24 غرزة في الراوند التالت. تمام هي
هي القطر بتاعها صغير ومش هتاخد منك وقت خالص، هم 8 سنتي حوالي 5 سطور. تمام، انا بعمل الخامس ده ما فيهوش اي تزايدات، التزايد هيبقى في الثالث والرابع، واشوفكم بقى في الفيديو التاني الجزء التاني وتركيب الجوانب بتاعه المقلمه ان شاء الله بمنتهى السهوله. متنسونيش بقى في اللايك والسبسكرايب، وانتظركم في الجزء التاني من الفيديو. تمام كده، اهي كده خلصنا الراوند التالت، وهنطلع على الراوند الرابع بنتزايد في الغرزة التالتة. الراوند الرابع بتزايد في الغرزة التالتة، هعمل التزايد بتاعي بقى واعده على انه يبقى 24 غرزة فقط، ما زودش على كده علشان يبقى مظبوط مع جنب المقلمة. يا رب الشرح يكون وصل لكم بمنتهى السهولة، وتشوفوا الفيديو وتشوفوا الفيديو اللي بعده عشان اللي حابب يعمل التصميم ده. اهي خلاص خلصت الراوند الاخير، يا رب يكون الشرح وصل لكم. بس خلاص كده انا مش هتزايد تاني ومش هعمل اي حاجة تاني.